هنيئا مريئا يا سادة، تفضلوا. لا أشهى من ثمار المياه المصرية، نهر وما أعذبه من نهر. بارك الله في مصر ونيلها يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف بن يحيى البويطي. أهلا بالبويطي. أهلا بك يا إمام. أكيد سمعتها كتير بس هقولها تاني. نورت الفسطاط. فسطاط منورة بأهلها. صح. صح. سمعت أنك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه الله. أعز علي أن تلاميذه لم يفعلوا في مصر. إذن أنا في هذا خادمك ومعينك إن شاء الله يا إمام، فهل تكرمت وقبلت؟ ومن أنا لأمنع مسعا في العلم يا بويطي؟ أهلا بك. ليت الشيخ يحيى التنسي هنا، لم يكن ليترخى في دعمك ومساندتك. أين هو؟ في تنيس. هل تبعد عن الفسطاط؟ ليس كثيرا. ما هذا؟ ألم يعجبك الطعام يا إمام؟ أعجبني. لم تأكل شيئا؟ لم أكل شيئا؟ هذا طعام يكفي مصر وأهلها يا ابن عبد الحكم. لقد كفيت ووفيت يا ابن عبد الحكم، طعام كثير والله. حللت أهلا يا مولاي. وكيف تعرفون حلال هذه الأطباق يا ابن عبد الحكم؟ حلال إن شاء الله يا مولاي. أيها الإمام، هل لنا أن نعرف إذا كان هذا الماء طاهرا أم نجسا؟ الماء لا ينجسه شيء عن قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يقولون إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ولكن كيف لنا أن نعرف ريح هذه المياه أو طعمها أو لونها؟ أن نتذوقها، نشمها، نقيم لونها. غلبتنا يا إمام، فالفقه والإفتاء دارك لا دارنا. ألا تعظنا بموعظة أو حكمة نفيد منها يا إمام؟ فوعظ العلماء صدقة. يحضرني قول حكيم: إن الأحمق يعيش ليأكل، وإن العاقل يأكل ليعيش، وإن المؤمن يعيش ليعبد الله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.